أعزائي مشاهدي الفضائية التربوية السورية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي اليوم في الوحدة الثالثة للصف التاسع. الوحدة الثانية من للصف التاسع من مادة التربية الوطنية. يسعدني اليوم أن أستضيف ضيفي العزيزين الآنسة اعتدال صيوح مديرية تربية دمشق، والأستاذ وضاح الحسيني أيضا من مديرية تربية دمشق. فأهلا وسهلا بكم. طبعا نتابع سلسلة ما توصلنا إليه في الندوة الماضية، كانت الوحدة الأولى واليوم الوحدة الثانية، ونستقبل اتصالاتكم عبر الأرقام التي ستظهر على أسفل الشاشة. فاليوم عنوان الوحدة الثانية هي الفكر القومي العربي، وقد تضمنت ثلاثة دروس. الدرس الأول هو الوطنية والقومية، أما الدرس الثاني الصعوبات التي تواجه المشروع القومي العربي، أما الدرس الثالث فيتضمن الأحزاب السياسية. بداية أستاذ وضاح، لنبين ما هو الفكر القومي العربي، ولماذا ظهر شيء اسمه الفكر القومي العربي؟ هل هناك من مشكلات أو صعوبات واجهت الأمة العربية والقومية العربية سابقا؟ تفضل. إذا بداية أعزائي الطلاب أسعدتم الحديث بهذا الموضوع. نبدأ أولا بالوطنية والقومية ثم ننتقل إلى المشروع القومي العربي. بداية بالنسبة للوطنية والقومية، يجب أن ننتبه أن هناك فرق بين كلمة الوطنية وكلمة القومية. إذا سمحت لي أستاذ، اتصال من بثينة. صباح الخير. تفضلي، أهلا وسهلا. أستاذ عندي أربع أسئلة، بس فيك تجاوبني عليهم قبل ما أسكر الخط. بس علي لي الصوت إذا سمحتي، علي لي الصوت بثينة إذا سمحتي. عندي أربع أسئلة. نعم. بس فيك تجاوبني عليهم قبل ما أسكر الخط لأنه الكهرباء مقطوعة عنا. معك تفضلي. في صفحة 72. 72. هل تستطيع جامعة الدول العربية بمؤسساتها ومنظماتها مواجهة المشكلات السياسية والاقتصادية، ولماذا؟ هل تستطيع؟ عيدي لي بعد إذنك، عيدي لي السؤال بثينة. هل تستطيع جامعة الدول العربية هل تستطيع جامعة الدول العربية بمؤسساتها ومنظماتها مواجهة المشكلات السياسية والاقتصادية؟ ايوه، هاي السؤال الاول. السؤال الثاني، بس استاذ انه الكهرباء عندنا مقطوعه. ايه انا معك على الخط. صفحه 77. نعم. مدى فاعليه منظمه التعاون الاسلامي في وقف جرائم الكيان الصهيوني؟ مدى فاعليه منظمه التعاون الاسلامي، نعم، في وقف جرائم الكيان الصهيوني الارهابي؟ نعم. وفي سؤالين. نعم، السؤال الثالث تفضلي. صفحة 48. صفحة 48. في بالصح وخطأ الجملة الثالثة. الجملة الثالثة، تكمن أهمية المشروع القومي العربي؟ ايه، في إقامة علاقات مع دول العالم. نعم، أنت شو رأيك؟ أنا حطيتها خطأ إنه هي علاقات مع دول العربية. نعم. هلا بنجاوبك عليه. السؤال الرابع. آخر سؤال، صفحة 10. صفحة 10. 10. صفحة 10. نعم. شو السؤال؟ أنا تعريف المواطنة ومقومات المواطنة. تعريف المواطنة ومقومات المواطنة. المواطنة ومقومات الانتماء الوطني. ما نعم، هي بصفحة الانتماء والمواطنة، مو هيك وثينة؟ ايه. تماما. في شيء غيره وثينة؟ لا. يلا خليكي معنا على الخط، خليكي معنا. تفضل استاذ وضاح. وثينة، اسمه وثينة. ايه وثينة. عزيزتي وثينة، بالنسبة للسؤال الأول والثاني هي أسئلة استنتاجية طبعا. هل تستطيع جامعة الدول العربية مواجهة المشكلات؟ طبعا مكتوب لدينا في درس الجامعة العربية بأن الجامعة أخفقت في بعض القضايا ونجحت
في بعض القضايا. طبعا هي تستطيع إذا كان هناك موقف عربي موحد تستطيع أن تواجه التحديات. بالنسبة للسؤال الثاني، مدى فاعلية منظمة التعاون الإسلامي في مواجهة الصهيونية؟ طبعا لاحظي أن هناك مقطع كامل في بعنوان دور منظمة التعاون الإسلامي في دعم القضايا العربية، ولاحظي أن هناك عدة فكر وأغلب الفكر هي عن دعم القضية الفلسطينية. بالنسبة للسؤال الثالث صفحة 48 كما سأدي بالنسبة لجملة الصح والغلط، طبعا أحسنت بالإجابة، الجملة خاطئة. بالنسبة للسؤال الآخر، طبعا أنت قلت صفحة 10 لكن سألت عن تعريف المواطنة وعن مقومات المواطنة، طب لماذا حصرت الجواب في الصفحة 10؟ في الصفحة 10 مكتوب لدينا تعريف الانتماء الوطني، تعريف الانتماء الوطني، ومكتوب بعده مظاهر الانتماء. إذن في الصفحة 10 موجود لدينا تعريف الانتماء الوطني من عند كلمة الرابطة التي تجمع المواطن بوطنه وتسمو لديه فوق العلاقات القبلية والعشائرية إلى آخره، لعند كلمة مظاهر الانتماء. وهذا سؤال ثاني، إذن هذا سؤال ثاني. أما بالنسبة لمقومات المواطنة موجود عندنا في الصفحة 11، موجود لدينا في الصفحة 11 موجود في السطر السادس مكتوب المواطنة تعزز الانتماء الوطني وتغلبه على سائر الانتماءات والتفاني في خدمة المجتمع والتمتع بالحقوق والحريات المكفولة وأداء الواجبات على قدم المساواة مع باقي المواطنين. فإذا هذا بالنسبة لمقومات المواطنة. عزيزتي بثينة، أتمنى أن تكون استفدتي. مشكورة بثينة. معنا اتصال من فادية أيضا، تفضلي. ألو. فادية. مرحبا. أهلا وسهلا، تفضلي. أهلا وسهلا. يعطيكم العافية. أهلا وسهلا، الله يعافيك. أستاذ هلا في صفحة 18 هي بدنا نحفظ، شو بدنا نحفظ منها غير تعريف السلطة القضائية؟ صفحة 18 السلطة القضائية مو هيك؟ إيه، بدنا نحفظ شيء منها غير التعريف؟ غير التاريخ من كل صفحة؟ من التعريف، التعريف التعريف، عفوا عفوا التعريف، نعم. لا في بدنا نعرف التعريف زائد مهام السلطة القضائية واختصاصاتها. ممكن بس ما بنسمع معي فادية. في تعريف للسلطة القضائية إضافة إلى المهام والاختصاصات، هناك مهام واختصاصات للسلطة القضائية، يعني لا نكتفي فقط بالتعريف، الفقرة كاملة، هناك فقرة كاملة وتقسم إلى ثلاثة أسئلة أو ثلاث أسئلة، فيها تعريف السلطة القضائية وفيها استقلال القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وفيها ما معنى حق التقاضي. نعم. فإذا تقسم إلى ثلاث فكر وليس التعريف فقط. إذا الفقرة كامل الصفحة تقريبا. قد يأتي صح فادية. خطأ من الفقرة كاملة. نعم. لذلك يجب عدم غير فادية. هلا أستاذ المستندات نحفظها ولا شو؟ شو هي؟ مستندات. المستندات نعم مطلوبة، كل المستندات كله. التي تضمنها الكتاب هي مطلوبة ويأتي منها في الامتحان. تمام. وهلا في كل كلمة مستند عدا أغني معلوماتي. فادية خليكي معي بس لحظة إذا سمحتي. كل المستندات مطلوبة عدا أغني معلوماتي غير مطلوبة. وصلت الفكرة؟ تمام تمام. وفي كمان سؤال، هلا في بعض الدروس في تواريخ، هدول التواريخ بدنا نحفظهم أو لا؟ أكيد أكيد تواريخ، وإذا لاحظتي عم بيجي منهم من الدورات بصح وخطأ واختيار من متعدد، أكيد بدنا نحفظهم. تمام شكرا أستاذ. أهلا فادية، نتمنى لك التوفيق. نعود إلى الوطنية والقومية، نعود إلى الأنسة اعتدال. ما هي العلاقة بين الوطنية والقومية؟ نلاحظ أن هناك جدل ما بين كلمة وطنية وقومية، متى تنطبق الوطنية على القومية ومتى نسميها كمفهومين، مفهوم الوطنية متى ينطبق وما هو المثال على ذلك؟ نعم. تفضلي.
من الوضع الطبيعي لأي أمة من أمم العالم عبر تطورها التاريخي هي أن تشكل دولة واحدة مستقلة وذات سيادة على أرضها. نعم. هنا ينطبق مفهوم القومية على الوطنية. تمام. أي الدولة تعيش على أرض واحدة ولديها سيادة على أرضها. نعم. لدينا مثال على ذلك ألمانيا، فرنسا وغيرها من الدول. أما هناك دول أو أمة قد تكون أمة من الأمم عمل الاستعمار على تجزئتها وعلى أضعافها وأصبحت أمم متعددة. نعم. تناضل هذه الأمم بفعل هذه التجزئة، قامت حركات مقاومة من أجل استعادة القومية العربية، الطابع العام اللي هو القومية. هذا ينطبق ما يسمى على الأمة العربية. نعم. إذن الوضع الطبيعي للوطن العربي أن يكون هو أمة بدولة واحدة ومستقلة وذات سيادة. هذا الوضع الطبيعي، إلا أننا نلاحظ أنها تجزأت فأصبحت أمة بدول متعددة. كل دولة فيها هي جزء من الأمة. هي جزء. أما الوضع الطبيعي أن تكون دولة ذات سيادة ومستقلة تماما. نعم. شكرا لك أنسة اعتدال. معنا اتصال من تالا. تفضلي يا تالا. ألو، مرحبا أستاذ. أهلا وسهلا. هلا عندي سؤال بس أنا. أنا شفت نموذج فيه إنه صح وغلط مكتوب قامت تركيا بسلخ لواء اسكندرونة عن الوطن الأم سوريا بالتآمر مع فرنسا. هلا أنا شفت إنه هن حاطينه صح. هلا بس أنا قلت إن هي غلط لأنه مو تركيا اللي سلخت لواء اسكندرونة، فرنسا. هلا درس الاجزاء المختصره بالوحده الثانيه بالوطنيه، هلا صفحه 53 مكتوب كمان انه 1939 اشرفت الاداره الفرنسيه على استفتاء انضمام اللواء لتركيا، شكك العرب بنتائجه، يعني انه فرنسا اللي ضمت اللواء لتركيا، يعني انه مو تركيا اللي سلخته. نعم، لكن هو محتل من قبل تركيا الان. تمام، يعني انه بنقول صح. نعم. ماشي، تسلموا استاذ. اهلا وسهلا. خالص طالع. الآن نعود إلى الأستاذ وضاح من خلال مقومات القومية العربية. نعم. هناك مقومات معروفة ميزت للقاصي والدامي، ميزت الأمة. نعم. العربية، وخاصة. نعم. أمتنا التي هي يعني متجذرة في التاريخ وفي الحضارة. عظيم. إذن أولها اللغة الذي يعد وعاء لكل إنجازات الأمة، ثم التاريخ المشترك، ثم الثقافة المشتركة، ثم المصالح المشتركة والمصير الواحد. إذن هناك أهمية لهذه العوامل. أولا أهمية اللغة وأهمية التاريخ، حيث أن اللغة هي حياة الأمة والتاريخ وشعور الأمة. نعم. والأمة التي تفقد تاريخها تفقد شعورها، أما الأمة التي تفقد لغتها تفقد حياتها. تماما. أما أهم هذه المقومات بالنسبة للأمة فهي اللغة. اللغة هي حياة الأمة وهي عمودها وهي محور القومية العربية. تماما. إذن مقومات الأمة العربية لغة، اللغة والتاريخ المشترك والثقافة المشتركة والمصير. نعم. المشترك وغير ذلك، والأحزان والانتصار. كل الشكر لك أستاذ وضاح. معنا اتصال. نعم. من هبة. تفضل يا هبة. ألو، مرحبا أستاذ. أهلا وسهلا أستاذ. بس صفحة 38. صفحة 38. نعم. أستاذ أمي معلوماتي محمد رشيد رضا ونجيب عزوري وبطرس البستاني بيجوا عماله؟ لا نتوقع ذلك. أغني معلوماتي فصلناها من شوي أنه لا تأتي بالامتحان، أما كل المستندات قد تأتي في الامتحان وهي مطلوبة. تمام؟ إسلام أستاذ. أهلا وسهلا. ننتقل إلى الأنسة اعتدال. نعم. نشوء وتبلور الفكر القومي، حيث أن هناك مشكلات وجدت وأمة مجزأة، وجد هناك فكر جديد، تبلور فكر جديد، وخاصة في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. نعم. كيف تبلور هذا الفكر؟ الأمة العربية بدأت تتلمس وحدتها القومية في القرن التاسع عشر. نعم. وذلك من خلال مواقف وآراء وكتابات الأدباء والمفكرين العرب. نعم. في ذلك الوقت الذين أشادوا بإنجازات الأمة العربية بتاريخها. نعم. وبماضيها، فعملوا هؤلاء أمثال طبعا محمد رشيد رضا ونجيب عزوري الذين عملوا على إيقاظ الشعور القومي العربي في ذلك الوقت ضد الاستعمار الذي حاول تجزئة الأمة العربية وأضعافها في تلك
الفترة والنضال ضد أهم عامل اللي هو عامل اللغة الذي سعت هذه الدول يلي هن فرنسا وتركيا على سياسة تركيا سياسة تتريك من خلال قضاء على اللغة العربية وفرنسا سياسة الفرنسة بالقضاء أيضا على اللغة العربية. فعملوا على قيام مجموعة من الجمعيات والأدب والنوادي والأحزاب السياسية وأيضا تم إصدار العديد من المجلات والكتب التي تحدثت إلى أيضا ضرورة نشر الوعي القومي العربي وتعميقه بين المواطنين العرب. تضمن أو تجلى ذلك من خلال أحداث الثورة السورية الكبرى من خلال تعميق الوعي القومي العربي. قامت الثورة العربية الكبرى الثورة العربية الكبرى عام 1916 وتجلى. إذن كان هناك نتائج لهذه البلورة لهذا الفكر منها نشر نشر الوعي فيه أحداث الثورة العربية الكبرى. هناك وقوف سوريا إلى جانب مصر في العدوان الثلاثي عليها عام 1956 من قبل فرنسا بريطانيا إسرائيل. أيضا بعد ذلك هي قيام أو وقوف الأمة العربية صف واحد ضد نكسة حزيران التي ذهبت من خلالها أراضي عربية إضافية. أيضا بعد ذلك الوحدة السورية المصرية عام 1958 بالإضافة قيام حرب تشرين التحريرية التي استرجعت سوريا من خلالها مدينة القنيطرة. وما زال العرب يناضلون من أجل استعادة بقية الأراضي العربية. شكرا لك أنستي دال. معنا اتصال من أحمد. تفضل يا أحمد. أهلا مرحبا أستاذ. أهلا وسهلا أستاذ. عندي ثلاثة أسئلة. تفضل. السؤال الأول. السؤال الأول صفحة 48. 48. هلا أستاذ صفحة 48 عندنا السؤال الثالث علي ما يأتي. التعليل الثالث أهمية الشخصيات البارزة ودورها في تشكيل الأحزاب السياسية. صفحة 48 أهمية الشخصيات البارزة ودورها في تشكيل الأحزاب السياسية. هلا أستاذ السؤال الثاني صفحة 69. تفضل السؤال الثاني. صفحة 69. 69. هل أستاذ بصح وغلط الثانية الوحدة العربية خطوة أولى على طريق التضامن العربي؟ هل هي مو خطأ لازم يكون بالعكس التضامن العربي هو خطوة أولى على طريق الوحدة العربية؟ الوحدة العربية خطوة أولى على طريق التضامن العربي. شو رأيك أنت؟ شو جوابك؟ أنا كتبت خطأ. التضامن العربي خطوة أولى على طريق الوحدة العربية. تماما الإجابة خطأ تماما يا أحمد. أحسنت. السؤال الثالث. السؤال الثالث صفحة 38. هلأ أستاذ قلت أنه أغني معلومات غير مطلوبة بس هي بالصفحة في علي أسئلة بالدرس وعلي أسئلة الوحدة مطلوبة شيء هاي؟ أيوة نفس السؤال الأنسة فادية الطالبة فادية هلأ سألت غير مطلوب. أغني معلوماتي غير مطلوب. ماشي شكرا أستاذ. أهلا وسهلا أستاذ وضاح. سأل أحمد سؤال أهمية الشخصيات البارزة ودورها في تشكيل الأحزاب السياسية. الجواب لقدرتها على جذب الجماهير وتنظيمها وقيادتها لتحقيق الأهداف التي يؤمنون بها. هذا هو الجواب. أيضا في سؤال آخر. لا جاوبنا على السؤالين. إذا لقدرتها على جذب الجماهير وتنظيمها وقيادتها لتحقيق الأهداف التي يؤمنون بها. نعم مشكور أستاذ وضاح. معنا اتصال على ما أظن عهد. تفضل. مرحبا أستاذ. أهلا وسهلا أستاذ. أنا في عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول أنه تحت الدرس مكتوب عنا بصفحة 37 مكتوب عنا أسئلة بالخط الأحمر بس هدول. لحظة عهد بس خليك معي. الصفحة 37 ايه عهد بدنا نطالع حل من الناس ونحفظهم ولا ما نحفظ الدرس كاملا؟ بعد اذنك تعيد لي السؤال. السؤال غير مفهوم الصوت غير واضح. صفحة 37 نعم في الخط الاحمر تحت سؤال مقومات القومي العربي وايه اكثر تأثيرا ولماذا؟ تحت اخر صفحة. نعم تفضل استاذ وضاح خليك معي عهد. اذا الجواب انه ما هي مقومات القومية ذكرنا طبعا مكتوب عنوان مقومات القومية العربية
اللغة والتاريخ المشترك والوحدة الثقافية والمصالح المشتركة والمصير الواحد. هذا بالنسبة للشق الأول. الشق الثاني، أيهما أكثر تأثيرا؟ اللغة. ولماذا؟ الجواب موجود في المستند الأخير في الصفحة، لأن اللغة روح الأمة وحياتها، وأن منزلة محور القومية وعمودها وأهم مقوماتها، مكتوب إذن في الجملة الأخيرة وأهم مقوماتها. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني، يعني إذا قرأنا درس وفهمنا معناته وقت الامتحان كتبنا شو فهمنا، بيكون صح هيك مثل ما كتبنا، ولا بدنا نكتب بدقة مثل ما بالكتاب؟ بعد إذنك عيد لي السؤال. إنه نكتب حرفياً هلا إذا فتح يعني فهمنا درس معنى الدرس، نعم، وقت الامتحان نكتب مثل ما فهمنا ولا مثل ما مكتوب بالكتاب بدقة؟ هلا اثنين مطلوبين. بداية أي شيء بدنا نفهمه فهم أولاً، وبعدين بنحاول نرسخه بأذهاننا ومننزله على ورقة الإجابة بكل هدوء ولا ننسى شيئا. تمام؟ ايه يعني مو بدقة. لا بدقة، أكيد بدقة. كيف هو بدقة؟ أكيد بدقة، بدنا دقة بالكلام. وكون مطمئن، سلم التصحيح سهل وواضح تماما، ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا أستاذ. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. معنا اتصال أيضا. مرحبا. اهلا وسهلا، تفضلي. اهلا وسهلا استاذ، انا عندي سؤالين حابه اتاكد من جوابه. ايه تفضلي. صفحه 13. صفحه 13. السؤال السادس. لحظه، السؤال السادس، ما معنى مقوله الوطن مسؤوليه الجميع؟ هذا انا كتبت انه مسؤوليه بناء وطن وعلاء شأنه واجب على كل مواطن من خلال مشاركه تطوعيه وتلقائيه. تماما تابعي. برافو. تماما كملي. كملي. وفي كل ما في كل من ما شأنه هو تحسين وتطوير الحياه العامه. تماما. كمان عندي سؤال. ايه. الصفحه 33. 33. السؤال الثاني اول تعليق. السؤال الثاني اول تعليق. الثاني أول تعليق. نعم، زيادة السكن العشوائي في دمشق. هلا أنا قلت إنه زيادة سكانية وزيادة الهجرة إليها كونها العاصمة، وصار تركز معظم الدواعي الخدمية والوزارات فيها. نعم، طبعاً هذا السؤال ورد لدينا بأول الكتاب مستند. مستند عن السكن العشوائي في المدينة أو في مدينة دمشق. طبعاً يعني هذا المستند قد يأتي هذا السؤال، والإجابة هو وجود طرقات ضخامة في السكان، وجود طرقات ضيقة، نحتاج إلى جسور حتى الهجرة من الريف إلى المدينة. الهجرة من الريف إلى المدينة الكثيفة، هناك كثافة سكانية كبيرة تعج بها المدينة. أستاذ، تمام هاتي. أنه مؤسسة صهيونية، إحنا الآن بالمدرسة عارفنا أنه هو هيربرت صموئيل، بس بالكتاب مكتوب جدار هيردل. المؤسسة الصهيونية، يعني مين مؤسسة صهيونية؟ نعم، تيودور هرتزل. كمان انه تأسس في عام 1895 ولا 97؟ عام 1897. حركة الصهيونية تأسست عام 1897، ومؤسسها خلال المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بال في سويسرا، ومؤسسها تيودور هرتزل. أهلا وسهلا، كل التوفيق. نعود، معنا اتصال ايضا. تفضل أستاذ. تفضل. نعم مرحبا استاذ. اهلا وسهلا استاذ. ممكن يجي انشطه صفيه بالامتحان؟ الانشطه الصفيه لا تاتي، هي نشاط داخل الصف لتثبيت المعلومات. تمام استاذ. بس سؤال ثاني. تفضل. صفحه 32. صفحه 32 استاذ. قوانين السير هذوك مطلوبات منا؟ لا. صفحة 2 30. لا، أغني معلوماتي، غير مطلوبة. الأول صح وغلط. أول واحد مستند قد يأتي صح وغلط، أما الثاني فهو أغني معلوماتي. نعم، اللي المستند الذي هو باللون الأخضر هذا أغني معلوماتي لا يأتي، أما الذي باللون الأحمر وارد أن يأتي. وصل؟ نعم استاذ. تمام؟ نعم. في شي سؤال غيره؟ استاذ بس الأجزاء المتصلة من الوطن العربي. نعم. مطلوب؟ أكيد. أكيد مطلوب. نعم استاذ. أكيد.
نتمنى لك التوفيق. معنا اتصال ايضا محمد، تفضل يا محمد. يعطيكم العافيه. اهلا وسهلا. عندي سؤالين اذا بتريدوا. تفضل. في الصفحه 73 اختر الاجابه الصحيحه. 73 نعم. تاء لم تكن جامعه الدول العربيه ملبيه لطموحات الشعب العربي. صح ولا غلط؟ صح. شو رايك انت؟ انا بشوف صح. صح. نعم. سؤال ثاني. السؤال الثاني، هلا هو صحيح انه فقط داخل معنا لعند جامعة الدول العربية؟ اها، هلا الكتاب كله داخل منهاجنا، وما تقرره الوزارة هو الصحيح، تابع معنا على موقع وزارة التربية وعلى الفضائية التربوية السورية، فهي المصدر الأساسي والوحيد، ودون ذلك ليس هناك أي مصدر من أجل الأسئلة ومن أجل الامتحانات. ونتمنى لك كل النجاح والتوفيق. شكرا، يعطيك العافية. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مجد، معنا مجد. بكر، تفضل يا بكر. عندي سؤالين بعد اذنك. تفضل. صفحة 68. صفحة 68. ايوه. اللي مكتوبين بالازرق تحت، اول وحدة ما اشكال الدعم، هو مو نفسه دور سوريا القيادي في تحقيق التضامن العربي؟ اللي مكتوبين بالأزرق تحت استاذ. نعم، استنتج تعريف للتضامن العربي او علامة يدل الموقف العربي. لا لا، ما اشكال الدعم الذي قدمته سوريا للمقاومة العربية. تمام، ما هو نفسه، ما هو موقف سوريا في دعم المقاومة نفسه. تماما. نعم استاذ. سؤال صفحة 71. 71. ما هو السؤال؟ ما سؤالك؟ اللي تحت استاذ، عدم قدرة الجامعة على إقامة التكامل الاقتصادي عربي فعال. إذا أيضا هذا الجواب. نعم. استنتاجي. برأيك ما هو الجواب؟ عجزت عن إنهاء الاحتلال الصهيوني الأراضي العربية والكمالة. عن إقامة تكامل السؤال اقتصادي فعال. نعم، إيه نعم، أسمع جوابك. لأنها عجزت عن إنهاء الاحتلال الصهيوني الأراضي العربية، إعادة الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني، وإقامة تكامل أو تناسق اقتصادي فعال، حقق التنمية. طب هو السؤال، لماذا عجزت في إقامة التكامل الاقتصادي؟ إذا بسبب التجزئة أو بسبب الخلافات العربية، هذه أبرز الأمور طبعا، وهو الحقيقة في التحديات التي تواجه المشروع القومي التي سنتكلم عنها بعد قليل، التجزئة والتبعية والارتباط بعض القيادات العربية والتغير في المواقف السياسية لبعض القيادات العربية تجاه الكيان الصهيوني. فإذا هذه بعض التحديات التي تواجه المشروع القومي والتي أدت إلى عدم قدرة الجامعة على تحقيق أهدافها. هو سؤال استنتاج الحقيقة. شكرا لك استاذ. أهلا وسهلا. شكرا يا بكر. معنا أيضا اتصال من كميل، تفضل يا كميل. أهلا وسهلا. يعطيك العافية. اهلا وسهلا، تفضل. بس في عندي سؤال بالصفحه 48. نعم 48. ما هو السؤال؟ السؤال الثالث، التعليل الاول والثاني. السؤال الثالث، التعليل الأول والثاني. نعم، صفحه 48. طيب ما هو التعليل؟ رجحان بعض العوامل القوميه على الأخرى. نعم والثاني. اي طيب، انت حاولت ان تجيب ام لا؟ بالحقيقة لا أستاذ. طيب، لكونها المحور بالعمود لباقي المقومات كاللغة التي تعتبر روح الأمة، والأمة التي تفقد لغتها تفقد حياتها، هذا رجحان بعض العوامل. أما تركيز معظم المفكرين على ضرورة مناهضة الاستعمار مقاومته، لأن الاستعمار هو السبب الرئيسي في كل المشكلات والتحديات التي يعاني منها الوطن العربي، ولأنه كرس واقع التجزئة وما نتج عنها من تخلف وتبعية ومشكلات أخرى. إذن أيضا السؤال استنتاجي. مشكور أستاذ وضاح. معنا اتصال من محمد، تفضل يا محمد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. أستاذ، الصفحة 16 المستند، مطلوب منا نحفظ الفصل والمادة. الصفحة 16 مطلوب منا نحفظ المستند لا، والمادة. هذه أغني معلوماتي.
غير مطلوب. المستند هذا مطلوب، نعم مطلوب، لأنه في عنا ولاية مجلس الشعب هي 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، لا هذا مطلوب، وينتخب أعضاء مجلس الشعب بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي وفقا لأحكام القانون الانتخاب. مكتوب عندي أغنية. تمام. أيضا هناك مادة عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله، ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط، وعليه أن يمارسها بهديا من شرفه وضميره. نعم مطلوب. وأيضا هناك أيضا مادة في المقدمة، يتولى السلطة التشريعية في الدولة مجلس الشعب، إذا مطلوبة. تمام محمد؟ تمام طيب. تمام، نتمنى لك كل التوفيق. السؤال الثاني معنا أيضا سؤال من علي، تفضل يا علي. أهلا مرحبا. أهلا وسهلا. هلا بس بدي أسأل هوني الوطنية القومية. نعم. إيه بس هلا هوني علل التقارب بين سوريا ومصر، صفحة 39. صفحة 39. 39 نعم. إيه هلا هوني علل التقارب بين سوريا ومصر. نعم. هلا كيف بيصير هذا جوابه؟ هلا بيصير. طيب أنت شو جاوبت؟ أنت شو جاوبت؟ أنا جاوبت إنه تنامي الفكر القومي في سوريا ومصر لمواجهة المشاريع الاستعمارية التي تعرضت لها المنطقة العربية. عظيم. صحيح. ونقدر أن نضيف جملة وردت في الدرس. وقوف سوريا إلى جانب مصر أثناء العدوان الثلاثي على مصر، هذا أيضا أدى إلى إيجاد نوع من المحبة بين الشعبين. إذن هذا موجود في الدرس، وقوف سوريا إلى جانب مصر في تصدي العدوان الثلاثي 1956. إذن أضف هذه الجملة إلى جوابك، وجوابك طبعا في البداية صحيح. وصلت الفكرة علي؟ إيه ماشي. وصلت؟ إيه. بالتوفيق علي. معنا ايضا اتصال. مرحبا استاذ. تفضلي. نعم استاذ لو سمحت صفحة 48. نعم 48 السؤال الرابع الاول والثاني. 48 السؤال الاول الصح والخطأ. لا السؤال الرابع قارن بين مفهوم هذول الاثنين. واضح الجواب. قارن بين مفهوم القومية. لا القومية. بين مفهومي القومية عند محمد رشيد رضا وبطرس البستاني. موجود في نعم. المستند صفحة 8 أغني معلوماتي فمطلوبين احنا. تماما أغني معلوماتي غير مطلوب. لا بس انا الجواب منهم الأغني معلوماتي. طبعا 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 جواب منهم. هلا حتى لو أغني معلوماتي موجود، واجبنا كطلاب أن نقرأ ونفهم كل ما ورد في الكتاب وفي المنهاج. تمام. غير السؤال الثاني. السؤال الثاني بين دور بعض القيادات السياسية في عقد المشروع القومي، أيضا مكتوب بتوقيع اتفاقيات سلام مع الكيان الصهيوني مثل اتفاقية كامب ديفيد واتفاقية وادي عربة، أيضا بتغليب المصلحة القطرية على المصلحة القومية، أيضا تبعية بعض القيادات العربية للدول الاستعمارية. شكرا أستاذ. شكرا لك. شكرا شادي على ما أظن. شادن تفضلي يا شادن. مرحبا. اهلا شادن تفضلي. استاذ انا عندي سؤال. نعم تفضلي. بالصفحة 61. 61 علل اهمية المطالبة بالاجزاء المغتصبة من الوطن العربي، ما هو الجواب؟ علل اهمية المطالبة بالاجزاء المغتصبة من الوطن العربي. طيب شادن شو رأيك انت؟ علل اهمية المطالبة بالاجزاء المغتصبة من الوطن العربي. طبعا ليش عم نطالب بالاجزاء المغتصبة؟ تفضلي شادن. لانه هي الاجزاء يعني هي الوطن هو حقنا يعني، لهيك احنا لازم نطالب فيه. بس تماما الجواب تماما الوطن هي ارض مغتصبه، هي حقنا، حقنا المسلوب، وبالتالي واجب كل عربي ان يقف الى جانب ارضه وفي يعمل على تحريرها من براثن الاستعمار والاحتلال. يعني لانها جزء، هي جزء ايضا. نعم. بالاضافه الى انها جزء لا يتجزأ من الوطن العربي، ويجب عدم التخلي والتفريط باي جزء من هذه الاجزاء. تماما. في غير شادن على راسي، اهلا وسهلا. نعود استاذ وضاح. نعم. نعود الى درس الصعوبات التي تواجه المشروع القومي العربي. معنا اتصال. نعم كيفك استاذ؟ اهلا وسهلا. يعطيك العافيه. اهلا وسهلا الله يعافيك.
استاذ بس عندي 3 أسئلة ممكن تجاوبني عنين؟ تفضل. سؤال صفحة 57، سؤال الثاني. 57. ما هو السؤال؟ اقرأ السؤال. ما هو السؤال؟ علل أهمية المطالبة بالأجزاء المغتصبة. ورد منذ قليل الأجزاء المغتصبة هي حقوق مغتصبة ويجب أن ترد إلى أصحابها لأنها مغتصبة، ويجب تكامل وتضافر الجهود العربية حتى استرداد كامل الأرض المحتلة. طيب الصفحة 69 السؤال الأول بالصح وغلط. 69 أقرأ السؤال. التضامن العربي تعبير عن شعور العرب بالانتماء إلى الدول العربية. إلى الدول العربية. طيب أنت ماذا جاوبت؟ أستاذ أنا جاوبت غلط. غلط صحيح، إلى الدول العربية غلط، إلى أمة واحدة أو الأمة العربية. تماما. نعم. أستاذ الصفحة 78. نعم. نعم ما هو السؤال؟ علل الألف الدافع الأساسي لتشكيل منظمة التعاون الإسلامي. أعد السؤال. الدافع الأساسي لتشكيل منظمة التعاون الإسلامي. عظيم، برأيك ما هو الجواب؟ إحراق المسجد الأقصى من قبل الكيان الصهيوني عام 1969. عظيم. إذا هو في سبب غير مباشر وفي سبب مباشر. السبب غير المباشر أنه تسعى الدول الإسلامية لتحقيق تضامنها وتعاونها من خلال منظمات للدفاع عن حقوقها وحماية مصالحها في المجالات كافة. أما السبب المباشر فهو إحراق الصهاينة للمسجد الأقصى في عام 1969، فنشأت المنظمة للدفاع عن الأماكن المقدسة. تماما. ماشي أستاذ، يعطيك العافية. أهلا وسهلا، كل التوفيق. معنا اتصال. تأخذ الأجوبة لك. معنا اتصال. لأنه أنا ما عم. إيه علي لي الصوت بس. مرحبا. ريم. مرحبا. أهلا وسهلا. أستاذ عندي سؤال. تفضلي. بصفحة 48. صفحة 48. تركيز علل ما يأتي، تركيز معظم المفكرين على ضرورة مناهضة الاستعمار ومقاومته. تركيز معظم المفكرين على ضرورة مناهضة الاستعمار ومقاومته. شو رأيك ريم انت؟ شو وأجبنا عليه منذ قليل، شو رأيك؟ أن السبب الرئيسي والأساسي في تحقيق المشروع الاستعماري من خلال تقسيم الوطن العربي ونهب خيراته فينا نكتب هيك؟ نعم يعني تقريبا تماما، لأن الاستعمار هو أساس المشكلات التي يعاني منها الوطن العربي، وأهمها التجزئة والتخلف والتبعية ووجود الخلافات أيضا بين الدول العربية، هو أساس الاستعمار، سبب الأساسي لإلى الاستعمار، لذلك يجب الوقوف ضده، وطالب معظم المفكرين بهذا الوضع. إذا لأنه أساس المشكلات التي يعاني منها الوطن العربي، تجزئة، تخلف، تبعية، وهي موجودة في المستند في بداية الدرس الذي سوف نتناوله بعد قليل. تابع معنا أو تابع معنا ريم. أستاذ وضاح. نعم. معنا أيضا اتصال من مجد. تفضل يا مجد. مرحبا أستاذ. يا هلا أستاذ، عندي مجموعة أسئلة. تفضل، أهلا وسهلا أستاذ. في الصفحة 57. 57 خليك معنا. 57 نعم. ما هو السؤال؟ صح وخطأ الثاني. الصح والخطأ. ما هو السؤال؟ يلا معك الأستاذ وضح. تقديم هاتاي ترجمة لكلمة لواء اسكندرون، صح هذا كلام أم خطأ؟ صح أستاذ. صحيح نعم. صحيح يا مجد، أحسنت. أيضا أستاذ في عندي بالصفحة 124. 24 24 ما في 100. نعم 24 هو عدل رد رجاء وحكى 24. نعم تفضل. تعليل السؤال التالي، تعليل انه اهتمام الدولة بتوظيف وسائل الاعلام في المجال الصحي. نعم ليش؟ اي عظيم، موجود الجواب في 27. صح 24 استاذ. ايه تفضل استاذ وضح. لتكريس العادات الصحية بين افراد المجتمع. بس استاذ، بس مو موجود الجواب في النص. نعم. يعني أسفل أسفل الصفحة، بالصفحة 22. هذا ما تقوم به حاليا الدولة في المجال الصحي في مواجهة مثلا فيروس كورونا مثلا. إذا لتكريس العادات الصحية بين أفراد المجتمع.
نعم. سلب الصفحة 34. نعم. 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 نعم مطلوبة. إيه معنا اتصال من محمد. سلام. تفضل يا محمد. استاذ عندي سؤالين بس. تفضل اهلا وسهلا. استاذ بالنسبه لدرس الاجزاء المختصره للوطن العربي استاذ. نعم. شلون بدنا نحفظه استاذ؟ يعني نحفظه حرفيا ولا نفهم مصين ولا بس الاسئله بس التدريبات لانه كبير يعني شوي استاذ. الاجزاء المختصره مطلوب. كاملا يعني لكن 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 يهمنا من هذا من الاجزاء هو لواء اسكندرون، مزارع شبعه، فلسطين، جولان. والجولان السوري المحتل. تمام. ايه نعم. استاذ استاذ التربيه الوطنيه عندنا بالمدرسه استاذ بلخص لنا استاذ بس يعني كل شيء موجود اكثر موجود بالكتاب بس يعني مبسط بشكل مبسط اكثر من الكتاب. يا ابني يا يحفظ الدفتر وهذا هو يحفظ الكتاب. نعم يا ابني يا محمد كل ما بداخل الكتاب هو مطلوب. نعم. التلخيص هو غير وارد لكن قد يكون لدى الطالب اسلوب معين في فهمه وحفظه فهذا شان الطالب لكن ما بداخل الكتاب هو مطلوب ولدينا في نهاية الامتحان هناك سلم تصحيح ترد ضمنه مجموعة من الفكر فكرة فكرة وبالتالي عليك أن تورد هذه الأفكار وثق تماما كما ذكرنا سابقا أن الامتحان واضح سهل سلس وسلم التصحيح أيضا واضح بشكل كبير ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا استاذ. أهلين أهلين محمد. اتصال آخر؟ ما في اتصال؟ بدنا يا ريت استاذ وضاح تبين لنا صورة هذا المستند. نعم. صورة معبرة وواضحة. إذن ماذا تعني؟ عنوان الدرس هو الصعوبات التي تواجه المشروع القومي العربي وهنا أحب أن أنوه لملاحظة هامة جدا بأن في هذه الصورة هي العقبات التي تواجه المشروع القومي العربي بينما في مقطع آخر التحديات التي تواجه المشروع القومي العربي والمعوقات والتحديات هي مكملة لبعضها فالرجاء من جميع الطلاب الانتباه إلى هذه الصورة لأهميتها يعني بكل صراحة فيها معلومات مهمة. إذن السؤال مكتوب ما هي العقبات التي تواجه المشروع القومي العربي؟ كما نلاحظ أن المشروع القومي العربي وهو يسير واجه العديد من العقبات ومنها التبعية والتخلف والتجزئة والخلافات وأيضا تحديات خارجية تتمثل في الاستعمار وفي الصهيونية. إذن هذه العقبات وقلنا بعد قليل سوف نتحدث عن باقي التحديات التي تواجه المشروع القومي العربي. بداية ما هو المشروع القومي العربي وما هي أهميته؟ إذا المشروع القومي العربي هو مشروع بدأ في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. نعم. يتجلى في هدف إقامة وحدة عربية شاملة متحررة من كل أشكال الاستعمار والصهيونية. نعم. والاستغلال وتحقيق أو تسودها العدالة الاجتماعية ولو دققنا في هذه الجمل الثلاث نلاحظ أنها تتكلم عن ثلاث كلمات وحدة وحرية واشتراكية. أما أهمية المشروع القومي فهو توحيد طبعا هذه الأهمية السياسية والأهمية الاقتصادية توحيد المواقف السياسية تجاه القضايا العربية والإقليمية والدولية وخلق إمكانات اقتصادية جديدة تكفى الحياة الكريمة للمواطن العربي والقدرة على مواجهة الهيمنة الاستعمارية وتضمن الأمن والاستقرار. مشكور أستاذ وضاح. طبعا لدينا الفقرة التي تليها التحديات التي تواجه المشروع القومي العربي وإذا لاحظنا منذ قليل هذه الإجابة تكمن في المستند في بداية الدرس. نعم هذه العقبات ثم حيث القطار يسير ويجد هناك تحديات وصعوبات فأرجو الانتباه من طلابنا الأعزاء أن المستند وهذه الصورة تساعد كثيرا في فهمنا ولحفظنا لهذه الفقرة. أنسى اعتدال شو ممكن نتحدث عن التحديات التي تواجه المشروع القومي العربي وهي وردت في المستند واضحة تماما على سكة القطار. نعم. تفضلي. التحديات يواجه ما زال الوطن العربي واجه وما زال يواجه مجموعة تمام. من التحديات سواء كانت داخلية أم خارجية تعيق تحقيق مشروع الأمن القومي العربي.
طبعا الاستعمار هو العامل الأساسي الذي عمل على تكريس هذه التحديات والحفاظ عليها وحمايتها. من هذه التحديات والصعوبات التي تواجه المشروع القومي العربي، أولا التغير في المواقف السياسية لبعض القيادات العربية من الكيان الصهيوني، من الكيان الصهيوني الإرهابي. ثانيا هو سيادة منطق الدولة القطرية والذي ساد في بعض وروج له في بعض المنظمات العربية، أي أن كل دولة ربي أسألك نفسي. تماما. ثالثا غياب المصلحة القومية العليا أيضا، والذي كرس أيضا في مجموعة من المؤتمرات العربية، أي أن المصلحة القومية ليست في اعتبارات الدول العربية. لذلك المستقبل الأمن أو المشروع القومي العربي مرهون بمدى قدرة الأمة العربية على حل مشكلاتها على كافة الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأن يكون لها دور فعال في المجتمع الدولي وعلى مستوى العالم. بالإضافة إلى أن مستقبل الأمة العربية كيف هو مرهون ب أو مستقبل المشروع القومي العربي مرهون أيضا بامتلاك الإرادة العربية والآليات اللازمة لتحقيق التقدم على جميع المستويات من أجل أن يعم الخير لشعبنا العربي. تماما. أشكرك أنا سعتي دال. إذن حتى نحقق وحدة وينطبق مفهوم القومية العربية وأن تصبح الأمة العربية دولة ذات سيادة ومستقلة، يجب أن يكون هناك إرادة عربية. إرادة عربية، وهناك آليات لتحقيق هذه الإرادة، لتحقيق التقدم والازدهار وتحقيق المجتمع المتقدم. طبعا وردنا أكثر من سؤال حول التاريخ والأعوام، أنها مطلوبة أم غير مطلوبة. الأعوام مطلوبة ووردت بأكثر من دورة، يعني حرب تشرين التحريرية عام 1973، الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958. إذن التواريخ مطلوبة في الامتحان، تواريخ أساسية. نعم، هي تواريخ أساسية ومشهورة أيضا في السابع حتى، ولا أعتقد أن هناك صعوبة في حفظها. طبعا وقتنا انتهى. كل الشكر لاتصالات طلبتنا الأعزاء، وأتمنى لكم جميعا كل النجاح وكل التوفيق، وكل الشكر لضيفي العزيزين الأنسة اعتدال صيوح مديرية تربية دمشق، والأستاذ وضاح الحسيني أيضا مديرية تربية دمشق. كل الشكر للجميع ولمستمعين الأعزاء وللقناة الفضائية التربوية السورية. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.